فإن صاحب كنز الدنيا خاف على الآفة، وصاحب كنز الله لا خاف على الآفة. تبذله في سبيل هذا ما لا تخاف عليه الآفة أبدا، وتقدمه لله أبدا، هذا تضعه في سبيل الله، هذا ما يصل إليه لا يأكله السوس ولا تصل إليه أيد اللصوص، بذل في سبيل الله خلاص أبدا. سبحان الله، غرس في الجنة، دينار في سبيل الله تجده يوم القيامة أضعاف أضعاف أضعاف. أما ما تجمعه للدنيا اللصوص أخذتها فلستنا، وين أموالنا كلها؟ أموال في الصناديق وسرقت أبدا. يعني من كل 1000 ليرة ما تركونا ليرة أبدا. من كل 1000 أبدا صار معنا شوالات من الأموال وما لها قيمة كلها. أخذوا أموالنا وهي في جيوبنا، سرقت أموالنا وهي في جيوبنا، معك مال ومال رصيد. الله يرزقنا التوفيق. واحد كان يعمل نجارا أهل فهم، نعم والله، كان يتبرع معهد فتح إسلامي كل شهر مبلغ لي، والله هذا الذي نأخذه. أنا كنت أشتغل في تلك الأيام، أنا أشتغل ب5000 ليرة سوري نصرفون، أنا صرنا أشتغل ب10 المرة لقيت لهم مصرف، وب20 لقيت لهم مصرف، وب50 ب100 ألف وبملايين، اللي كله عم يروح، اللي مهما جاءنا من المال المرأة هي كله عم يصرف. أما هذا فهذا الذي نجده ثمرته. هذا صاحبك كذلك، شو سيدي اشترى بيتا لفقير ذلك، نعم. فقلت لرجل ساعده، والله ساعده بجزء من ثمن البيت بحالي مشان الله، اي لا تحكي مع حدا، والله حزن، اي لا تحكي مع حدا، خلي لي نصيب، انا اريد نصيبا وافيا يوم القيامه. وين حاكوا فلان وفلان وفلان؟ انا بدي اخذ الاجر، وما توفيقي الا بالله. وهذا الذي كذلك بجمعية ايتام، قال لمدير مركز الايتام ابدا، قال له كل هناك ناس يقول الان بتكفل اليتيم شهر شهرين وهذا ما اكثرهم، هذا لا تخدع بكلام الناس او حاسكوا لك انا وانا وانا ابدا، لكل في شأو العلا حركاته ولكن قليل في الرجال ثباته. قالوا كل من يرجع عن كفالة يتيم فضعه في حسابي، أنا بتكفل فيه، تكفل ب10 ب20. قالوا كل واحد لك أنا ما عاد بيتكفل يتيم حطه على حسابي أنا، وما توفيقي إلا بالله. وهذا الطربيشي الله يرضى عنه، شو سيدي ما صاحبه هذا الله يرضى عنه، بربور اشترى مزرعة أو بستانا في بلودان، قال أريد أن أشتري لك بستانا هنا أيضا بجانبي، يحب بعضهم بعض، رحمهم الله، الله يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، كان من أهل البر والإحسان. قال بسم الله، والله اشترى له بستانا بال80s، هذا بسنة 80، 1.5 مليون، نعم. لما جاء بهذا الفلاح أراد أن يعطيه ثمن البستان، قال له بدي 2,000,000، أول يوم باعه ب1.5 مليون، ثاني يوم قال له بدي 2,000,000، اتصل فيه قال له عطي، نعم. جاء لي يدفع له الثمن، قال له بدي 2,500,000. هون بقى تحرك الإيمان، قلبه معمر. كان شيخنا يقول فيه تاجر، شيخ الأمة مرجع العلماء يشهد بتاجر، يقول لي هذا رجل ملئ إيمانا، شهادة أنا ما سمعته يشهد بها كثير من طلاب العلم، الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. قال لي هذا ملي إيمان، قال لي بده 2,500,000، قال لي عمر إن شاء الله ما ينشرى، هات المال بنشتري بستان في الجنة فيهم. والله 80 اتصل بشيخ القراء رضي الله عنه، شيخ حسين خطاب، قال لي خذ هذا المال أبدا، ضعه في خدمة طلاب العلم ودعم المعاهد الشرعية. قال له عمره ما يبيعه خلاص، بدنا بستان في الجنة. مليئة إيمانا،
قلت لشيخ القراء رضي الله عن شيخ حسين الخطاب، قلت يا سيدي شيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول عن أبي فاز الطربيشي ملئ إيمانا، قال وأنا أزيدك شيئا، هذا رجل ملئ حكمة. ما هذا الوصف؟ كجماعة شهادات، شيوخ أقطاب الأمة وأساطين العلم يشهدون بتاجر بر، هذا يقول ملئ إيمانا وهذا يقول ملئ حكمة. هؤلاء الدنيا بالنسبة إليهم ليس الدنيا، هؤلاء ما بين أيديهم من المال جعلوه دنوا من الله سبحانه، مو دنيا، دنيا ساقطة، لكن هذا دنو، سخروا الأموال في خدمة، في الخدمة، مباني كثيرة بناها هذا الله يرضى عنه، بيوت كثيرة، يقول لي شيخنا عندنا 10 بيوت جاهزة، كل 10 على 10، مغرفة أبو سعيد ومنتفعات، بيت كامل جديد، يلا بسم الله يلا، ثم يبني ثم وثم 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 وثم، الله أكبر، ما جاءوا من المال سخاء كله جعله في الآخر أبدا. في تعزيتي شيخ القراء شهد به، قال السجادة اللي كنا نقعد عليها هي سجادة عرسه، هذا أبو فايز، والكنبايات كنبايات عرسه، كله جعله في سبيل الله أبدا. السيارة التي يركبها أبدا، لولا أن أولاده لعبوا عليه ما تركها، هي سيارة قديمة مانياتها المازدا أبدا، اللي يلا في سبيل الله، هم أخفوها وجاؤه بغير لعب عليه، أما هو أبدا كان يأتي يوم الاثنين ويأخذ شيخنا بها أبدا، كان عنده درس كله في سبيل الله، في سبيل الله. كان يقول لشيخنا شيخ عبد الرزاق، قال كان يقول له التجار من أجل أن لا يدفعوا الزكاة يشترون عقارات، يشترون عقارات، يعني واحد منهم معه 10 مليارات بيروح عليه عفور بيشتري مزرعة 10 مليارات حتى ما يدفع زكاة المال، وفي نفسه أنه إذا جاء زبون أن يبيعها لك مزرعة للمرأة والأولاد، لكن هو كذاب في نفسه، إيه عم يشتري، عم يدعو من دعاء، يقول الله يبعث له يبعث سوء مثل النار وزبون حمار، مو هيك كلامه، سوء مثل نار وزبون حمار ياخذه هيك. هذا ايش كان يقول لشيخنا، يقول انا ما اشتري بهذا، انا اترك المال من اجل ان ازكي عنه،